السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اينما كنتم واينما ارتحلتم في بقاع العالم في اس اي. وهنا كنتكلم مع المغاربه، تحياتي لكم ومبروك عواشركم والله يصبركم. سمعنا مؤخرا بحال كاع المواطنين وكاع المتتبعين الراي العام المغربي بعض التنقنيقات والترهات اللي كتقول بانه الله اعلم ممكن يرجع الحجر الصحي الكامل، يعني الدار احمد، يعني زمط المقعد مزيان. من بعد خرجوا بعض اليوفينيغ كيقولوا بان داكشي كذب لانه ما كاينش وكذا، وغنحاسبوا الناس اللي خرجوا الاكاذيب وكذا. قلنا واقيلا كذب، لكن وانا مريح في راسي ويجي عندي هذا العقل هذا اللي عندي اللي ما كيفهم حتى هو الزاو، يقول لي اشي اكما هذا جس النبض، بغاو يشوفونا كيفاش غنديروا الرياكسيون ديالنا، واش غيبقى فين الحال، واش غنتخلعوا، واش غنخافوا من الحجر الصحي اكثر من كورونا، واش ما غنكونش مسؤولين حتى حنا وما نحسوش بانه الوضع ديال كورونا خطير، واش غنتقبلوا الموضوع بسهوله. زعما تكون تنقنيقه مزيان، فهذا ذكاء من الحكومه المغربيه انها تنقنق المواطن المغربي، تنقنقوا مزيان ومزيان تعلموا باش يدير الاستعداد، حيت المره اللي فاتت صيدنا ما كناش مشينا للمرجانات ولا سوبر مارشي باش نجمعوا الماكله، هاد المره هادي وجدنا الماونه، وجدنا الحجر، وجد المواطن المغربي الحجر كيدار في قصبة كيجي بوفاف حجر صم فور كيجي. يا سلام داك الحديد ديال هذاك اللي كيكون في الضاله، وهذاك راه عرفتي بصبا كيتي نيشان بشويه ديال شي ديال التراب مع الرمله ديال البحر. كسكسو اش ناكلو؟ اش ياكلو المواطن يا حكومتنا؟ اش غياكلو؟ عندكم تبعوا فرنسا، فرنسا بغات دير الحجر الكامل. بطبيعه الحال حنا اللي درتو في فرنسا كان ديكالاو عليها بواحد 10 ايام 15 يوم كنتبعوها مباشره، هما راه خايفين من داكشي اللي نايت تما وكذا، خلو الله يسهل عليهم. راه اللي تبعنا فرنسا خاصنا نتبعوها في كلشي، ماشي دارت نديرو، دارت نديرو ونقدو بداكشي اللي كيديرو. حيتاش المواطن المغربي يا حكومتها سعد ديال العثماني كيموت بالجوع، المواطن المغربي تقهر، المواطن المغربي هي المواطن. ما عرفتش واش كتوصلكم هاد الهضره هادي ولا ما كتبقوش، واش ما في خباركمش بان المواطن المغربي كيموت بالجوع؟ واش من خبركمش بان المواطن المغربي هز اكبر قالب في التاريخ ديال المواطنه المغربيه في الفتره ديال كورونا؟ الكريديات، الكرا ما مخلصش، الموضوع ما مخلصش، والموضوع منين قلنا لكم ديك المره بانه كاين مشكل وكنعرفوا بانه بزاف ديال الدول عفاو المواطنين من الموضوع، حنا ما عفيتوناش، ما عفيتوش المواطنين، وكيفاش غيدير يخلصها؟ لا حكا ما حكا، رخينا عليك الوقت حتى من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم وخلصها بالتقسيط. يا كانت مرضي كي غيدير، كي غيدير بالتقسيط؟ واش بغيتو تحمقوا المواطن المغربي؟ راه بركه الضغط وكنقولوها وكنعاودوها، الضغط اللي ولا كيعيشو المغربي مهول، تخيل ولا خايف كيقول لك لا خويا خلينا انا كورونا خليها تجيني ونموت وكل شيء وما يديروش شي الحجر الصحي، حيت بصح كاين الناس اللي كتموت بالجوع وهذا حتى هو خطير. بطبيعة الحال كاع المغاربة مسؤولين وكيحسوا بأن هذا المرض مرض ديال العصر، مرض ديال العالم كامل، الوباء كاين في العالم كامل، وهذه ما ندخلوش حنا واش سياسات ولا ماشي سياسات، ولكن المواطن المغربي حاس بالمسؤولية وخاف من المرض في الأول وباقي خايف لحد الآن وكيدير احتياطات اللي هما الكمامة والتعقيم وكذا وكذا وكذا، ولكن الدولة شنو دارت؟ المواطن المغربي تقول لي دوك الفليسات اللي عطاها وداك الشيء وكذا، يعني لا، المواطن غارق، المواطن كاين اللي خرج من خدمته الشركه تصيفطو عباد الله، المواطن كاين اللي خاصو يخلص 6 شهور ولا 7 شهور ديال الكرا غيجري عليه مول الدار، راه وصلوا للمحاكم، المواطن خاصو يخلص الموضوع اللي فرضتو عليه انه يغسل يديه، يعني خاصو يصيف يدير الماء وانه يجلس في دارو يعني يستعمل الضو، وفي الاخر خاصو يخلصو، حيتاش اون فوا غضرب 2021 غتبدا المحاسبه وغيولي يسد عليا ونقطع عليك. وبطبيعه الحال المنتخبين ديالنا السياسيين اللي كنهضر معاهم في هذا الموضوع كيقولوا تحملوا مسؤوليتكم، اسمع ليا حنا عينين بالضبط، لا جيب واحد مثل الفيديو 2000
نعم، وانتخابات غتلقاهم حدانا كيضربوا معانا البوش وكيضربوا معانا البلوي، كيقولوا لنا البرنامج هذه المرة مختلف. كيفاش مختلف؟ كيفاش مختلف؟ شنو هاد المرة نبقاو ديما في الدار؟ كيفاش مختلف؟ حسب مواطن واحد شوية. شوف راه عرفتي المواطن المغربي راه بحال شي دري صغير، عطيها شوف فهمتي، ما تعطيش ديك اللعبة وما تعطيش شحال حاجة وتحرمو شحال حاجة. ليه بشي حاجة شي حاجة كدا، والضغط الضغط الضغط، وزعما تما الطبيب النفساني زعما كتفهم هادشي ديال الضغط، واش تدخل تخرج من الحكومة ولا باش دير لك الصف، تخيل 40 مليون نسمة واقفة قدام العيادة باغي تدخل تاخد الدواء، كاينة الزعبة 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 الزعبة، الله يفرجها علينا، الله يفرجها علينا ويفرج على كاع المواطنين المغاربة، حق نسيت. هذيك الأزمة فين شفتها؟ حتى ديك المرة كان كيهوت في البرنامج المغربي، قال لهم المؤثرين وداك اللي كيهضروا وكذا، واش بغيتينا ما نهضروش ولا شنو؟ نتوما تهضروا حنا ما نهضروش، ما عمرك هضرتي على حقوق المواطنين بهاد الحرارة وبهاد القوة، ها؟ خصتي يحيدوا لكم الميزانية ديالكم ويحيدوا لكم الصاليرات ديالكم، وانتم الأولين خاصكم تنازلوا باش تكونوا قدوة للمواطنين المغاربة، واش خباك بأن الموظفين الاقتطاعات اللي اقتطعوا لهم من هنا هما اللي تعطاو الناس اخرين، يعني راه منا والينا، انتم فين وانتم فين، انا فين وانت فين، يا الازم انت فين، سلام.